نط نط الله ينكبك. ستوب. اوه ستوب ايش ستوب النحشه. Get down on the ground. عجبتني النغمة من البداية والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد، وأنا أقول تجربة عشان لا تكون سلسلة كذا نتوهق فيها. مثل ما قلت لكم من نهاية السلسلة الماضية، أني بحاول أنوع في القناة، وهذه أول لعبة بإذن الله راح أبتدي فيها ثيف سيموليتر، بس هذه النسخة الأمريكية كذا، أمريكان إيتيز، حرامي أمريكي في الثمانينات شيء كذا. ديفيكولت هارد، والله فيه خبرة، حرامي كبير ولكن بدون الهد، بدون، بما انها اول تجربة خلنا نقول بسم الله، بعدين ممكن احطها هارد. طيب حطنا النيو جيم. Big item don't fit in the backpack. ايوه لازم اشيل الغرض واحد واحد، ما ذكر كان معي شنطة في الاجزاء الماضية اللي كنا نلعبها في الحرامي. طبعا انا في القناة لعبت سلاسل كثير عن الحرامي، روابطها في الديسكريبشن اذا حابين تشوفون تاريخ الحرامي الكبير. الله العالم ان هذا من اجدد الالعاب في المجال هذا، مجال الحرامي. لا في لقطات سينمائية. You know what I like about you, Jack? وش تحب؟ You know how to keep things off the books. Try to go up the balcony. Go down that hall. The safe will be in his room. You know what to do. I know what to do. طيب علق السماعة يا طيب. فواضح انها قافلة معه. ايوه. لا لا لا، اللقطات السينمائية. شغلات متطورة والله في اللعبة هذه. سكيورتي جارد. أول كنت يعني خبرة بيوت للأمانة، يعني الحين أنا أطور وضعي كذا أو مجالي. Get inside and follow the guard. طيب أبشر. Use auto lock pick. ما عندي. جاي تدخل من الباب. أوه وين شجرة المهارات حق اللعبة هذيك؟ Inventory، عندنا باك باك واللبس واللارج تول، ما عندنا شيء. هذه شجرة المهارات أو السكيلز. إنديورنس، قدرة تحمل، وهنا السايز تبع الشنطة، وهنا الحساسية حق The Last of Us، عرفتوا يوم ينكتم كذا ويجلس يسمع حوالينا، الظاهر نفس الشيء هذه. هذه الظاهر سيارتي موجودة بس في مركز الشرطة، ليش مبركنا هناك؟ شو أون ماب، جميل. لا لا جميل هذا الماب، هذا البيوت، سيارتي هنا عند مركز الشرطة. أي هذا أنا. كليك فور ديتيل. أنا في قصر الحين يا شباب، مدري أسرق قصر. الله أكبر. شفت شي في طريقك وعجبك شلة. إيش الفرق بين هولد؟ أو هولد يمديك تشوف. طيب الجارد مش ناوي يتحرك من مكانه. سنيك يا حبيبي سنيك. ما يسمع، ما يسمع صوت الباب. أوكي في لقطة سينمائية. لا اللعبة والله شغالين عليها صح. اوكي لف يمين، يقول لي يزبن داخل الدولاب. هايد ان ذا كلوزت اند ويت. هايد. اوه اضغط اي مو بدخل بنفسي. السلام عليكم. خلاص المفروض اني اقدر. اوه طلع من الباب لو تشوفون في الخريطة تحت. حلو. جو تو ذا بيدروم اند لوك فور ذا سيف. بيدروم هنا. حلو الحمد لله، خفت اني اضيع في القصر هذا ما في احد داخل. لا لا فيلم فيلم يا شباب، انا جايبكم اليوم فيلم. كمين وربي في كاميرات يعني. You must be new here. Cause you see, this here is the mayor's house. I bet the tour guide didn't spell that out for you. But don't worry. I'll set you up in the best hotel in town. Welcome to Shady Woods, boy. أفا هذه بدايتنا. عيب والله عيب. Small town cop. يصيدني شرطي رخيص. I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel, room 2. رمالي المفتاح. If I could still sneak past one lazy guard anyway. Okay. الهروب من السجن. يا سلام بداية الحرامي. وين المفتاح؟ ما هو بهروب هذا، في واحد جاي يساعدني. يوز كي يا حبيبي. فايند باك باك ان ذا ستورج قال لي. اوكي في اي اغراض لي هنا؟ لا ما في اي شيء، ما في احد هنا اهربه معي. اوكي يقول لي اضغط سي عشان السنيكينج، عشان يوطي اللاعب وخطواته تكون غير مسموعه. جميل. الحين شنطتي وين؟ ما ادري كيف يناظر من تحت الباب يعني. افتح افتح.
اوه في احد ينار او في احد يمديه يشوفني سنيكينج. السلام عليكم. لا ما شافني ما شافني. اوكي جلس. حلو يمكن اغراض. يا رجال كيف تشوفني انت؟ لا افتح الباب تكفى. ما عندي لوك بيك يا بالحلال. يسمع خطوات يعني؟ يا رجال وربي سنيكينج. ها افتح الباب بس افتح حتى ما نظرت. هذا ايوه هنا الستورج. حلو شيل الشنطة. اوه مفتاح بعد. بوليس ستيشن. بوليس ستيشن ايش هذا؟ ايش مركز الشرطة الصغيرة هذا؟ اكزت كذا. لا رقابة ولا شيء. يوز كي ما شاء الله حاطين لي عندي الشنطة مفتاح الخروج. والله الحرية يا شباب. سكر الباب خلك انسان حرامي محترم. تيك ذا بس. هذه ايام الثمانينات الرسائل اللي يرسلونها. يوز ذا كي. ما شاء الله المفتاح هذا بتاعه كله. يا اخي اشكرك اللي حطيت المفتاح. وينك بس اشكرك. اخ رجع تناظر ايش. السلام عليكم. الله يعطيكم الف عافيه. طيب ما في تفسير علمي للي صار؟ من اللي اعطاني المفتاح وليه؟ خلاص يا ابوي طلع حريه. ايش تريد انت؟ بس ستيشن الحين تختار وين ينزلك. راعي الباص تقريبا في تكمله للمنطقه هنا. خلنا نختار هذا فاست ترافل. بلاش بعد الباص يوديني بلاش. ترتيب لقطات سينمائيه. ما في احد في الباص غيري. The Great Escape. Great بالسالفة. Go to the room 2 of the Sunrise Hotel. هذا Sunrise Hotel. اوكي. صراحة المدينة شكلها جميل من هنا او القرية الصغيرة. Sunrise. اوه في تلفون هنا يمديني اخزن منه. حلو يسوي اوتو سيف من نفسه. السلام عليكم. محجوزة غرفتي خلاص صح؟ خلينا نكلمه. Everything alright buddy. اوكي عند التلفزيون. يوه يا شباب اقسم بالله انه ذكرني بلعبة الرعب حق الفندق. ايوه نفس المكان والله انه يشبه. يا لطيف. هذه غرفة رقم 2. يا اخي اقسم بالله حتى الغرفة تشبهها. سرير والكبت على اليسار. بس ان شاء الله انه ما في حد داخل نفس لعبة الرعب. رن. الحين هذا اخوي اللي بيفسر السالفة. Okay. Cops have got your car on the lot. Mm-hmm. Grab it and go to bar 66. Talk to Stacks. Stacks. He'll set you up in this town. بروح ستاكس ناخذ السيارة من مركز الشرطة ونروح عند ستاكس. أما القصر قال لي والله إنك سويت الوجه. خلاص انسى القصر. أعطاني فرصة ثانية هذا المهم. يا شباب حمام هنا. أقسم برب الكعبة إن نفس الشيء نفس الغرفة بالضبط. بحط لكم مقارنة بعد. يوه بس كان ناقص هنا في تلفزيون ونفس مكان الدريشة. يا اخي معليش والله معليش على المقارنة بس يعني ذكرى صعب الواحد ينساها. اوكي يور كار هنا. كيف نروح كعابي الحين؟ اوكي مش بعيد المكان. الحلو ان اللاعب سريع. السلام عليكم. اوه طيب والبوابة ولا اوتوماتيك يفتح؟ هلا بالموتر. يا لطيف هنا البدايات الصعبة يا شباب. بس والله انا افضل من الموتر الثاني اللي في الاجزاء الماضيه. اوبن ذا جيت. طيب كيف نفتح؟ لا بي شوف صرفه للباب. اوكي اوكي حياه بسيطه. دقيقه خلينا نشوف المنظور الداخلي. هلا بي غير عادي. يا سلام ما شاء الله مساحه كبيره. شو اسمه نعبي الاغراض ورا. طيب ما خبرتني وين ستاك هذه بار 66 وين موجود هذا؟ اي والله بار 66. حلو ما يضيع المكان. يمين في يمين وبعد محطة البنزين يسار. هذه محطة البنزين. ما يحتاج نعبي بنزين ولا شيء ما اتوقع. اوكي الحين بيكون على يسارنا. هذا بار 66. هلا بي شوف الدبابات. لكن شوف على الخط احد يقول لي ما عندك ليس. ما يمدينا نسوق هذه. والله شكلها عصابة داخل بيطلعون بيجلدون عيني. خلنا ندخل محترمين ونشوف ستاك. اوه ستاك. I know by that look in your eyes. اسمي جاك. You got that face like you're looking for stacks. يبين على وجهك انك تدور ستاك. So here's the deal. I need me a thief. الحمد لله ما خبره وش صار علي. I got you a job already. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. افا من سرقه؟ توني كنت بسرق الدبابة. Steal it back for me. And don't get shot.
because I don't want no bullet holes on my chopper. اوكي. كان في شرطي جالس وراي هذاك علامة النجمة فوق راسه ما ادري ايش سالفته. توك ايش عندك انت؟ اوكي اي نيد سم انفو، ممكن يعطيني شوية معلومات. ممكن اذا يلاحقوني شرطة ولا شيء اكلمه. اتوقع هذا اللي راح يفيدنا. عطنا واحد وس امزح امزح. وات كان اي جيت يو؟ اي نيد سمثينج تو درينك. لا والعياذ بالله. بس بغيت ماي بس ما عندهم ماي. اوكي جاء المساء يعني وقت ايش؟ السرقة. طيب نروح نزرف او نرجع دبابة. هو يقول لي رجع دبابي اللي سرقوه. وين دبابك؟ اوكي حط لي علامة هنا على نهاية الشارع. ابدا المكان ما يضيع. بعد البيت 707. اعطى النطة من هنا. بوليس. لا مش هنا. اوه وات ايش السالفة حبيبي؟ انا جاي نقطة تفتيش. وات هذا يقص عليه شكله قبل شوي لما يعطيني مشن. ولا انا تعديت المكان؟ والله تعديت المكان. ماسك الخط سيدة ومستطرب. طيب هذا هو المكان، خلنا نوقف هنا. هذا الباركينج بس ما فيه اي دباب. سليبينج هذا مجرد باركينج يعني ما يخصه في البيت. سليب ننتظر لين راس الصباح. الحين الساعة 9. حلو نمنا. كلوز شرقة الشمس. نجي نشوف. يلا الصباح خير. هذا مكان العصابة. دقيقة دقيقة خلنا اعطيها وضعيت ايش. ايوه الحرامي كذا جو بوب موجود داخل هنا. اوه جالس يطبخ الفطور. طيب نفطر معه كذا يشوفنا. لا عادي الامور طيبة. جارهم يتمشى. عن شكلي ما يدل اني حرامي ابدا ابدا. السلام عليكم. اروح اقتله يعني اساسا ولا ايش السالفه؟ ما اشوف الا يقول انتبه لا يرمون عليك. بما اني دخلت مكانهم خلنا نزرف لي شيء. اخ ما عندي اللوك بيك هذا. اوه الجراج قدامه ما شاء الله. ايوه اوه اوه ران. وات شرطة وصلت يا هو. نط نط الله ينكبك. ستوب اوه ستوب ايش ستوب النحشة. يا رب ان الشرطي بطيء. السلام عليكم. تكفى لا لا ايش الحرام الفاشل هذا؟ وين الخبرات؟ حسبي الله على بنر لور نسيتنا الخبرات الحرامية. Go to the system. Load the game. هو يمدينا نرجع. ايش to the system هذه؟ وات طفالي اللعبة. حيل قوية والله. حسبي الله على الشجرة. وين رجعني؟ اوكي. يا اخي المشكلة يا شباب ان الروتين حقه يتم يفرفر هنا، فاتوقع انه لازم اني اجي في الليل. يعني جيت هنا الصباح عشان اشوف مكان الدباب. خلنا اعطيها سليب لين مثلا ساعة 8. سنيكين كلوث. اوكي لازم نلبس. ما عندنا ملابس. طيب تشينج ان كار تشينج اكويبمنت ملابس. اوكي فرن. يا سلام حلو. يا سلام عليك. هذا اللبس اللي بالليل اسود في اسود ما حد يشوفك. نفس ما انا لابس الحين. تريلر ايش باك ابروتش. اوكي دقيقة خلنا نطمن هنا. هذا في واحد هناك نايم وفي واحد ثاني هنا. بسم الله. هذا هو الثاني. ايش؟ I guess I should steal something while I'm here. اي والله يعني نستغل وجودنا هنا ناخذنا كم من دينار. دينار ايش يا حبيبي؟ انسى بنر لور. كم من دولار؟ بسم الله. السلام عليكم. يا رب ما في حد. اوكي شي مزبنين لي 6 دولار داخل الدروج. تروح علينا. اقلب مود الشغال انا هنا. 9 دولار يعني ادويه ما ادويه ما نشيل احنا. انفنتوري فل. اوكي عبيت الانفنتوري والله. هو المصباح هذا شوف لازم تبعد منه. شوف عشان ما حد يشوفك. صعب جدا اني اطلع ادخل بيته هذا. الجالس تاكي قدام بيتهم. الحين جاي عندي ميشن اشوف وضع الدراجه او الدباب. Steal some item from the trailer. تكفى ليكون هذا اللي مقابله. لا لا وراء زرفنا يا اخوي. حس انه بيلف الحين بيشوفني. اخرب بيتك. خلينا نرمي بعض الاغراض اللي شليتها مثل الاحذية. توستر اتذكر انها غالي. هذا ما يجيب شيء. هذا يمدلنا نشل هذا. حلو
فوركس بي. جميل. الحين تشيك بوب كونتينر. تكفى لا تلتفت، تكفى لا تلتفت، تكفى. نعم بيستمنا وانطلق. بسم الله. انا شدرة هذا لسه في سابع نومه. اي والله مشهد سلماي. I won't be driving this off into the sunset. Better go tell Stax his bike is a pile. انسى انسى الدباب. فككوه وباعوه. بينغم من خوينا والله. العصابة فككوا الدبابة وباعوه قطعة قطعة. اول شيء نسوي تشينج، نلبس الملابس العادية. الانسان المحترم الشاب الخلوق اللي ما يعرف المشاكل. روتين تو ستاك بار. اوكي. ترى اللاعب معطيها الحركة هذه. عرفت؟ How you doing? How you doing? I got some bad news, man. Son of a bitch. Well, if I can't have my bike, I want me some justice. حلو. أبشر بالانتقام. Go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh shit. Oh, and break something while you're there. أبشر. أوكي زادت السمعة 5. يقول الحين روح جيب أغراض من عندهم وطلع قيمة الدباب. طبعا أبيعها الشغلات هذه. ولا تنسى تكسر شيء وأنت هناك. أوه في باون شوب هنا. أوكي يمدينا نبيع الأغراض حاليا. نفضي الشنطة اللي معي. أيوة حلو. ممكن نفضي الشغلات برضه هنا. عندنا خيار ثاني الأيتمات اللي عندي هذه. بس خلنا نروح نبيع نجمع الفلوس. السلام عليكم. وين الطاولة؟ هنا اذكر في مكان تحط فيه الاغراض. عنده هامر ب30. حلو دام السالفه فيها تكسير. انا كم فلوسي؟ 13. خلينا نبيع الشغلات هذه. 3 دولار جبنا 67 دولار بعنا الاغراض. ومعانا الحين هامر مثل ما تشوفون، يعني نكسر صح. ستيل بايك بارتس فروم كورنر. اوكي. اوي سكر لا تفضحنا يا ولد. يا ولد والله خلنا نجهزها بالريوس. خلاص تعلمنا. نام يا عمري وعطنا لبس الليلي. توكلنا على الله. بس الهامر وشلون استخدمه؟ سبحان الله كأنه يجاوب على أسئلتي. To get inside some building you will need special tools. أوه تخترب ولازم أروح اللوكال باين شوب وأصلح ال. طيب الحين بصحيه من النوم أول ما أكسر. أول شي خلنا نزرف البارت. هذا ينام برا ولا إيش؟ ما يمديني بالهامر أصقع راسه صلعته. أوش. طيب نحط لي عده ثانيه. الاغراض الكبيره لازم توديها للترك. ايهي علينا. لا دام كذا السالفه بكسر الباب. وين الباب؟ يوز هامر. دبج دبج. ايش هذا؟ اوه حركات والله صوب. اوكي ما يسمعون. حلو جميل. هات مش ذاك الصوت يعني عادي معقول. لا الاستمنة لازم نرفع نشوف لها الطريقة. والله عجبتني اللعبة. اوه لازم اني اوقف في مكان. يا اخي مفضوح انا والله اني مفضوح. ايوه شوف يقول لي السبيس حاليا نص. سكر الحين. وش نكسر لهم؟ سكر الباب عشان لو طلع. شيت كم دباب زرفوا هذا؟ حرام اطلع وشنطتي فاضية يا شباب. ايوه نوم العافية. اوه شافني 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 شافني. وات كيف يشوفني وهو نايم؟ نجرب نفتح الباب. اتوقع انه صاحي بس انه ايش؟ يوز هامر. اوه لا كذا عيب والله. كسر يا رجل. حيل قوية والله. تكفى كنسل كنسل. اوكي كذا طلعناه من الغرفة. بس بيرجع. ما في باب ثاني المشكلة. اوه في فلوس هنا. ما في شيء نكسره. خلينا نجرب نمشي نبدل ملابس. الشاب الخلوق ما ادري وش بيقول. اعطاني دي بور. ما زرفنا شيء كثير. ما باقي شيء. صعب ان نطلعه من الغرفة. او المفروض كان اجيه في النهار تدرون. هذه بقايا دراجتك يا ستاكس. معليش والله معليش. اوه خلي شوفني تعبان كذا. ما يمديني اركض. امسك. How you doing? I'm good.
I got your stuff. I heard about what you done over there, and I like it. That's good. Because I got more work for you already. Okay. I'm thinking I ought to invest in some rare vitals. Okay. Problem is, the best ones ain't on the market. Word is, the best ones are on 701 Cedar Drive. This time, don't break nothing. المرة ما يبقى تكسير، ما يدري أنه ما كسرنا، حاولنا بس نكسر. طيب يا شباب، هذه تجربة الحرامي الأمريكي الصغير. نبدأ نعلمه حبة حبة، يصيدون الشرطة كذا، بس حبة حبة يا شباب. أتمنى المقطع عجبكم، أعطوني لايك. شكرا من تسمين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.